أشهد أن لا إله إلا الله من الناس من يذكر الله عز وجل، ذكر الله يجري على لسانه فلا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، وهذا هو الأكمل، وهذا الذي يحصل به الحياة الحقيقية للقلب. ومن كان بهذه المثابة فلا يمكن، لا يمكن أن يحصل له غم وهم وكدر وحزن لا يعرف سببه. قد يوجد حزن له سبب مدرك ويزول، لكن الحزن الذي لا يدرك سببه، قل أنا كئيب أو يحتاج يذهب إلى المستشفى يأخذ أدوية اكتئاب أو نحو ذلك، من كان بهذه المثابة يذكر الله كثيرا، لا سيما إن كان ذكرا يسمع أذنه ما يقول، فهذا لا يمكن أن يكتئب، لا يمكن أن يكتئب أبدا، بل يحصل له من السعادة واللذة والسرور والانشراح ما لا يقادر قدره، ما لا يقادر قدره. ولا أحتاج أن نجرب، لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى تجربة، لكني أقول أكثر من ذكر الله عز وجل وسترى، وسترى. ومن عرض له غم أو حزن أو نحو ذلك فعليه أن يقرأ القرآن بصوت تسمعه أذنه، يقرأ قراءة. لو قرأ سورة البقرة فإنه لا يختمها حتى ينجلي ما في نفسه، لا يبقى مع آخرها شيء، تغسله غسلا. لكن الإنسان حينما يطلب سعة الصدر هنا وهناك بالذهاب للنزهة نحو ذلك، فإن ذلك يكون وطر يسير يقضيه الإنسان ثم بعد ذلك يرجع إلى حاله الأولى، أو يطلب ذلك بقصائد أو نحو هذا أشعار، أو فإن ذلك لا يمكن أن يجلو ما في النفس. والنفس على كل حال لا يمكن أن تكون لها حياة حقيقية إلا بذكر الله جل جلاله. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً